نجاح باهر حققه المؤتمر الاقتصادي إقليميا ودوليا. عشرات العقود ومذكرات التفاهم تم توقيعها مع مستثمرين وشركات عربية وعالمية، كان نصيب الأسد منها لقطاع الطاقة والقطاع العقاري. المؤتمر الذي شهد مشاركة عالمية رفيعة المستوى، حظيت مصر خلاله بإشادات واسعة حول تحسن المناخ الاستثماري فيها، وعن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وقانون للاستثمار طال انتظارها، فضلا عن إعادة دفء العلاقات مع بعض الدول خاصة الغربية، إلى جانب التأكيد على استمرار الدعم العربي. واجه لكم التحية وبقول لكم شكرا جزيلا على حضوركم معنا هنا، وجودكم معنا، شكرا جزيلا. وعلى مدار 3 أيام من جلسات المؤتمر، استطاعت مصر جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وإنعاش الآمال في تعافي الاقتصاد بالإعلان عن توقيع صفقات أبرزها في مجال الغاز مع شركات عالمية، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم في قطاع توليد الكهرباء، فضلا عن توقيع اتفاقية مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بشأن مشاريع عقارية وسياحية ومبالغ مالية من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي. هنعمل هذا اللقاء كل سنة مرة، بس مش لنا احنا بس، يبقى تجمع اقتصادي للدول اللي ليها الظروف صعبة، تيجي وتلتقي، ويبقى في تجمع لصالح هذه الدول. فاسمحوا لي ان احنا يبقى نشتغل من دلوقتي، والدعوه موصوله لكل اللي موجودين من الشركات والمستثمرين، كل المستثمرين. وهكذا نجح المؤتمر الاقتصادي ليكون نقطه فارقه في مسار الاقتصاد القومي، ولحظه الانطلاق التي ينتظرها الجميع بعد 4 سنوات عجاف الى مصر المستقبل. هشام الرباط، هنا العاصمه. أهلا بحضراتكم من جديد، وأتحول إلى ضيوفي الكرام في الاستوديو لمناقشة مستقبل ما تم الاتفاق حوله أو توقيعه من مشروعات، وما ينتظر إن شاء الله من مشروعات سيتوقع في القريب العاجل. أرحب بضيوف الكرام. عن اليمين الأستاذ الدكتور فخر الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي. دكتور فخري، أهلا بحضرتك. أهلا بك، سعيد بوجودك معنا. اهلا وسهلا. ورحب كذلك بالاستاذ محمد متولي، نائب رئيس شركه اتش سي للاوراق الماليه والاستثمار. اهلا بحضرتك. اهلا بي. اهلا وسهلا. ورحب بضيفنا الكريم الاستاذ محمد انور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنميه وممثل البعد السياسي في هذه الجلسه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. الشكر والترحيب كذلك موصول بالاستاذ محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركه برايم القبضه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ محمد. ابدا يعني بدايه باخذ اراء عامه حول ما تم في المؤتمر على مدى 3 أيام والاتفاقات التي وقعت، وكذلك البعد السياسي الذي حظيت به مصر والمكسب السياسي من المؤتمر، ليس فقط مكسب اقتصادي وإنما المكاسب السياسية. أبدأ بدكتور فخري، ما هو تقييمك العام؟ هذا المؤتمر حقيقة اللي هو دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مصر المستقبل، حقيقة يعني وضع اللبنة الأولى في مصر المستقبل، إنه قدر يحط مصر على خريطة الاستثمار العالمي بما يليق المرة تانية. طبعا احنا كنا موجودين، بس مرة تانية بما يليق مع مكانة مصر وإمكانيات مصر. صحيح. قدر بدي رسائل مهمة جدا، رسالة يعني أمنية بأن مصر مستقر أمنيا، لأن شرم الشيخ دي في سيناء، فكون يجي لك 30 زعيم دولة وكل رؤساء وممثلي المهيئات الدولية ويجوا في سيناء في شرم الشيخ، ده معناها انه مصر مستقرة. فدي رسالة مهمة جدا. على المستوى السياسي، انه ده اعتراف صريح من قبل يعني الرسميين اللي اتوا هذا المؤتمر شرقا وغربا شمالا وجنوبا، بيقولوا ان احنا يعني ده اعتراف صريح بما حدث في 30 يونيو، دي ثورة ارادة شعب مصر وتصحيح لثورة 25 يناير، ودي مهمة جدا حقيقة. الحاجة الثالثة، انه ده هيدي دفع للسياحة حقيقة بصراحة، لان هم جايين من مناطق برد حقيقة، اللي جايين من اوروبا وامريكا، لما يشوفوا دفء شمس مصر وقد ايه لهذا المنتجع الجميل والبحر الاحمر وجماله في هذه الحاله كمنتجع يضارع المنتجعات الايه العالميه، قد يفوقها في هذا. هي من اول 10 منتجعات على مستوى العالم. بالظبط. وبعدين من ضمن اليونسكو معترفه بها كانها مدينه ضمن 5 دول على
400 مدينة في العالم. صحيح. مدينة السلام في هذه الحالة. وبالتالي ده هتدي دفع لما بيرجع بقى يرجعوا يقعدوا يتكلموا عن قد إيه مصر يعني بها من يعني الكرم ودفء الحياة هناك في هذه الحالة. هيتكلموا كلام حلو عن شرم الشيخ، وبالتالي ده يعني يزيد سياحة الشواطئ في مصر أكتر وأكتر. أعتقد هتدي زخم للسياحة في الفترة اللي جاية. أخيرا أول مرة ألاقي إن في بدأنا نجيد لغة الاستثمار. يعني اللي كانوا موجودين في شرم الشيخ بيتكلموا لغة إحنا مش متعودين عليها من زمان قوي، 60 سنة مش عارفين نتكلمها. بدأنا نتكلم لغة الاستثمار، اللي جايين بيتكلموا لغة الاستثمار، بأنه المبادرة الفردية، القطاع الخاص، انه مناخ الاستثمار لازم يكون جاذب، انه يعني يبقى في سوق واعد زي مصر في هذه الحاله، انه مصر يعني قلب العالم. وبالتالي اللغه حلوه. أكيد. كنا زمان بنتكلم لغه تانية خالص بالمره. اعتقد ان هذه اللغه هنوجدها، شعب مصر هيوجدها، بانه ان احنا عايزين ننطلق في ما نسميه معراج النمو الذاتي بمشيئه الله ان شاء الله. وده الحقيقه اللي قاله كمان توني بلير في الجلسه اللي كانت خاصه بيه في المؤتمر استاذ محمد بتولي، ان مصر لاول مره، جيت مصر كتير ولكن دي اول مره اجي مصر الاقي فيها قياده عارفه لغه التطور والحداثه ومستعده انها تاخد باساليب التطور والحداثه. الحقيقه الجمله دي كانت جمله مهمه، حسستنا ان مصر الان في مفترق طرق وانها بالفعل بدات الطريق الصحيح. لاي مدى حضرتك من واحد من ممن كانوا مشاركين في هذا المؤتمر وقريبين من كواليس والاعداد ثم العمل ثم الاتفاقات، لاي مدى مصر اصبحت بعد هذا المؤتمر بتجيد هذه اللغه، لغه التطور والحداثه والتواصل مع العالم ولغه الاستثمار زي ما قال دكتور فخري؟ هو بدايه في المؤتمر اقدر اقول لحضرتك مثلا ان خطه الحكومه، خطه التطوير المستدامه اللي اعلنها وزير التخطيط، كان فيها لغة جديدة لم نعتدها، جعل هدف من أهداف الحكومة سعادة المواطن المصري. دي بصراحة نغمة جديدة ونغمة رائعة، أن يكون هدف من أهداف الحكومة في التطوير لحد سنة 2030 أن يجعل المواطن المصري سعيد. كناش بنسمع المصطلح ده قبل كده. ما كناش بنسمع المصطلح ده أبدا. تاني حاجة سمعناها وكانت أكتر من رائعة، أن الرئيس وقف وقال يا جماعة علشان نوفر الحياة الكريمة للمواطن المصري احنا محتاجين نضخ في الاقتصاد 300 مليار دولار. من 200 ل 300. صحيح. ده احنا بنتكلم هنا على حوالي 2.5 تريليون جنيه. طبعا الرئيس عشان يحط الرقم ده عنده رؤية اقتصادية محددة وعارف تكلفتها، وبالتالي الكلام اللي بيقوله فيه مصداقية عالية جدا. وقال زي ما انا شايف لان احنا من لغة الارقام اللي احنا اعتدناها واللي احنا بندقق فيها، الرقم ده رقم واقعي جدا وبيمثل رؤية اقتصادية جديدة لمصر. تالت نقطة حضرتك تقدر تبص لها، ان رئيس الدولة قعد في هذا المؤتمر 3 ايام كاملين، حضر العديد من الجلسات، تابع بنفسه المناقشات، وبالإضافة إلى كده دخل في كثير من اللقاءات مع رؤساء الشركات العالمية. وزي ما قال لنا وأنا سعيد جدا بسمع كلامه، كان بيتفاوض معهم لتخفيض قيمة العقود اللي كانت بتوقع. بيفاصل بس بيفاصل لمصلحة الدولة ولمصلحة المواطن. ماشي. اللي سمعناه من وزير الاستثمار إن هناك حوالي 36 ل 38 مليار دولار من اتفاقيات تم توقعها. فعلا 12.5 مليار دولار سمعناها كلنا إعلان عن منح من الدول الخليجية. مشكورين يعني لاهتمامهم ومساعدتهم لمصر في هذا الوقت. وفي 5 مليار دولار تانية قالوا إنها كانت مساعدات دولية. يعني بنتكلم على 55 مليار دولار، حوالي 420 مليار جنيه. كان معايا سفير حسام القويش وقال لي الإجمالي اللي عندنا في الصندوق دلوقتي اللي احنا جمعناه من الاتفاقات الموقعة ومن القروض ومن الدعم المالي 72.5 مليار دولار. ده اللي قاله منذ قليل لينا هنا في هنا العاصمة. 72.5 مليار دولار. الحاجة برضو اللي احب اذكرها يعني عن, عن, عن هذا المؤتمر، ان مجموعة الشباب اللي دعاها الرئيس للحضور جنبه في المنصة، أول حاجة كانت أكتر من رائعة، لدرجة أن أنا في الأول كنت بسألهم إذا كانوا مصريين. كانوا حرفيين جدا، كانوا على مستوى عالي جدا من أول حاجة اللغة الأجنبية والتعامل مع الناس باحترام وإلى آخره. والحقيقة كانت لفتة أكتر من رائعة.
من الرئيس انه يدعوهم للمنصة. من الواضح جدا ان الرئيس بيحب يقرب من الشعب وينتحب معاهم، واؤكد لك ان دي كانت من اكتر الحاجات اللي اثرت جدا في الزوار الاجانب لما شافوا الحاجه دي. حاجه نادر لما تحصل في الغرب. اقدر اقول لحضرتك ان المؤتمر جعل الروح تفاؤل عاليه جدا. كل الناس اللي حضروا خرجوا منبهرين. وانا اعتقد انها فاتحه خير، وزي ما قال واحد زميل ليا في المكتب، الهابي نيو ايجيبت، يعني فجر جديد وسعيد لمصر ان شاء الله يا رب. وهي بدايه وفتحت خير ان شاء الله. جدا جدا هابي نيو ايجيبت، يا ريت والله كلنا تبقى هاشتاج على تويتر والله هابي نيو ايجيبت فعلا. يعني استاذ محمد انور السادات، يعني مش عارف حضرتك كنت رحت المؤتمر ولا كنت في القاهره؟ لا انا كنت في مؤتمر اخر مماثل، لكن معني اكتر بامور تتعلق بالارهاب وتتعلق في دوله مجاوره يعني. ولكن كنت بتابع طبعا المؤتمر. شفت يعني ازاي المؤتمر؟ شوف خليني اقول لك، المشهد يبدا ب يعني عشان برضو يبقى للانصاف، الجهد اللي بذل للاعداد للمؤتمر وتنظيمه دي مساله مهمه جدا يعني. يعني تشعر ان كان في اخلاص، في جديه، ودي مساله غايه في الاهميه يعني. الكل بدءا من رئيس الدوله لرئيس الحكومه الوزراء وكل من هو قائم يعني على عمل في هذا المؤتمر، حقيقة حاجة مشرفة يعني. أنا بعتبر عودة للروح، صحوة، وتشوف ده انعكاسه على المواطنين يعني أمس واليوم، وعلى تواصل مع ناس كتير، ناس حتى بسطاء مصريين بسطاء ما لهمش يعني في المؤتمر ولا لهم في لغة الأرقام اللي بتتردد، لكن قد كده المؤتمر ونجاحه يعني تأثيره عليهم، يشعروا بتفاؤل، يشعروا بأن هناك أمل وأن في خير جاي، ودي مسألة غاية في الأهمية. نعم نعم. يعني عشان كده بقول أنه ما فيش شك يعني أنه المؤتمر إن شاء الله يعني وإن شاء الله توابعه بقى اللي الناس تشهدها وتلمسها هو ده اللي إحنا يعني إن نتمنى أن الناس تشوفها قريب. وزي ما بنقول طبعا كل الكلام اللي بيتقال للناس انه صبر جميل يعني، الخير هيجي، انما عايزه جهد وعايزه عمل، مساله يعني ما هياش سهله يعني. نتمنى ان شاء الله ان الايام اللي جايه دي، واحنا شفنا يعني من اليوم التالي لقاءات الرئيس مع الحكومه، تكلفات محدده عشان ازاي نقدر نترجم ما اتفق عليه الى انه يبقى امور يتم تنفيذها. هكلم مع حضرتك ان شاء الله كمان في البعد السياسي، في من شارك وفي من غاب ودلالات المشاركه سياسيا باذن الله. ولكن اتحول للاستاذ محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركه برايم القبضه، برضو راي حضرتك ايه فيما تم؟ والله طبعا يعني بعد اراء وطبعا عمل عظيم، تم استثمار لجهد ومال خبرات من عدد من الوزارات والقطاعات والعاملين في مصر. الحقيقة انا بقول ان المؤتمر دوت يعني زي ما قال معالي رئيس الوزراء، ممكن بعد 10-15 سنة من النهاردة نتكلم على التجربة المصرية زي ما نتكلم على التجربة اليابانية والتجربة الكورية والتجربة الألمانية. الحقيقة هي نقطة تحول يعني. أنا بعتبر المؤتمر هو قص الشريط، مش بعتبره أنه هو وصلنا للنقطة، لا أنا بعتبره هو بداية مرحلة جديدة. الحقيقة بقول يعني عشان أنا كنت في فترة الإعداد يعني من شهر نوفمبر اللي فات لغاية مبارح، الحقيقة يعني هو أنا بقول يعني هو بالضبط لما يكون في قيادة جيدة، روح العمل وروح يعني الـ 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 الحافز للعمل والجهد بينتقل الى الجميع يعني. الحقيقه عايز اقول لك يعني احنا مثلا كشركه من الشركات اللي هي بتشارك في الترويج للمشروعات، يعني التيم اللي كان شغال على الموضوع دوت يمكن ما بينزلش المكتب قبل 2:30 بالليل لمده مثلا حوالي شهرين. كنت بتروجوا لمشروعات معروضه في المؤتمر على المستثمرين بالظبط لعدد من المشروعات. وهقول حاجه يعني انا بقول بس عشان طبعا دخلنا في مزاد الارقام، انا بقول اللي تم في المؤتمر كانجازات اقتصاديه، مش هقول ان هو توقيع مشروعات بس، اكثر من 130 مليار دولار مصري. هم هو ال 72.5 دول ده اللي في الصندوق، انما لسه اللي مستنيين التوقيع اللي تم. صحيح 130 مليار حقيقة. في ثلاث مشروعات، اولا واحد القاهرة الجديدة 45 مليار و12 بترول اللي هما بريتش بتروليوم و12 سيمنز و12.5 توقيعات
وحضرتك في الساحل الشمالي وفي 6 اكتوبر مشروعات مع الاسكان بحوالي 10 مليار. جميل. لا حاجة الارقام كبيرة فيما بعد بقى ده بالزبط. انا عايز هو ده قص الشريط. طيب اعتبره هو قص الشريط وبقول يعني روح العمل اللي كانت فتره الاعداد المفروض تنتقل بقى من المجموعه اللي عملت والمجموعه اللي حضرت للي هتنفذ للي بقول للشعب كله. ما ينفعش ما فيش حاجه صحيح. حضرتك ما ينفعش نقول اللي هينفذ. حضرتك المسؤوليه بقت على كل والله البلد. الشعب مبسوط والشعب مستعد حد يقول له اعمل ده وهو هيعمل. والله لنا حته صغيره جدا دي لازم تنتقل العدوى بتاعتها لكل الناس. هي الكالتشر الثقافه بتاعه العمل. ثقافه العمل دي لازم تنتقل. نعم. انتقلت من القيادة إلى الوزارة. نعم. بالوزارة انتقلت إلى الناس اللي اشتغلوا على الإعداد. انتقلت الناس اللي اشتغلوا على الإعداد للناس اللي حضروا 3500 واحد حضروا. تنتقل من 3500 واحد إلى 90 مليون مواطن يا رب إن شاء الله. هي دي المهم. خلينا في الجزئية دي هعود مرة أخرى لدكتور فخري الفقي. دكتور فخري حضرتك ذكرت من 3 أسابيع يعني قبل المؤتمر تقريبا بأسبوعين 3 ان المؤتمر ده هيكون نقطة تحول وتعافي لمصر والاقتصاد المصري. صح. خليني اقول لحضرتك تحت اي شروط يعني شفنا ما تم انجازه في المؤتمر في 3 أيام هايل جدا جدا كده المؤتمر عمل اللي عليه. احنا ايه المطلوب علينا كحكومة كمواطنين كمصر بصفة عامة انها تعمله عشان تكلل هذا النجاح ويصبح النجاح بنسبة 100%. ما نجحناش بس 100% في المؤتمر ولكن 100% في التنفيذ. بالضبط. خليني اقول يعني الكلام اللي قالته كريستين لاجارد. صحيح. فهي رحبت واشادت ونبهت. رحبت وانا بقول انا رحب كلنا بنرحب طبعا بما اتخذته الحكومه في السبعة اشهر اللي فاتوا من اتخاذ سياسات عشان نحجم العجز في الموازنه والدعم تم ده مرحب بيه بالفعل. كمان السياسه النقديه يعني كان الله في عون محافظ البنك المركزي ما بين يعني الاحتياطي بيحافظ عليه معدل التضخم النمو فبرضو الصندوق اشاد بيه مش أشاد رحب بهذه السياسة المتوازنة في هذه الحالة. الإشادة في حاجتين إن معدل النمو بدأ يعني يعطي إشارات للتعافي. صحيح مش كفاية لكن 4% احنا نفسنا يوصل ل 5 و6 و7% لأن معدل نمو السكان عندي 2.6 يعني الأفواه بتزيد ب 2.6. الاستثمارات بتاعتي اللي موجودة في مصر المحلية بالكاد تخلي الاقتصاد ينمو ب 2%. فأنا قلت تم نجيب بقى يعني ما نسميه هنا اللي اتخذ القرار دي يبقى لازم محتاجين استثمارات عربية وأجنبية نكمل بيها الاستثمارات بتاعتنا المحلية ويمكن كمان ده يشجع المستثمر المصري يطلع مزيد من الاستثمارات اللي تخلي الاقتصاد فعلا ينمو معدلات كبيرة. الإشادة من معدل النمو هيبقى السنة دي 4% ما بين 3.8 إلى 4%. كمان أنه الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بحماية الفقراء الصندوق يعني أشد بهذا أول مرة ألاقي الصندوق بيشيد بهذا مسألة حماية الفقراء اللي هو معاش الحد الأدنى ومعاش الضمان الاجتماعي وتحسين المعاشات التقاعد تطوير العشوائيات إسكان اجتماعي تعليم وصحة إلى آخره. طبعا دي كلها هتحتاج إلى مزيد واستمرار في هذه الحالة لكن نبه احنا وكمان احنا انا بتفق في هذا ان الجهد الانمائي ده الجهد الاصلاحي لازم يستمر فتره على الاقل فتره الخمس سنين اللي جايه ان لم يكن 10 سنوات يبقى لازم يكون عندي برنامج يعني ارجو ان يعني رئيس الوزراء يخرج علينا ويقول لنا البرنامج بتاعنا عشان الشعب الحقيقه شعب مصر كريم ودايما عندما يهيئ وتصرحه يبدا يتعاون معاك بالفعل ولذلك المفروض ان بكره يعني رئيس الوزراء فينا هيطلق مشروع التنميه المجتمعيه البشرية والتنمية البشرية ومحلية اسمها مشروعك بتكلفة 3 مليار معاك جنيه. أنا معاك أنا بس نفسي أنت عارف رئيس الوزراء بعتبره زي المايسترو وأعضاء الفرقة تبقى هي الوزراء في هذه الحالة والشعب هو اللي بيستمتع بمنتج هذه الفرقة اسمها الموسيقية. أنا عاوز بس الرئيس المايسترو يبقى معاه نوتة موسيقية والنوتة الموسيقية دي البرنامج لإصلاح الاقتصادي. طيب هل في هذه الحالة احنا على أساس اللي بيضخ استثمارات يبقى في هذه الحالة عارف إن هي داخلة أنت عارف لما بتعمل هذا البرنامج بتلم مع القطاع الحقيقي لزراعة وصناعة نعم. وخدمات صحيح. بتربطه بتربطه مع القطاع المالي وزارة اللي هو الموازنة أكيد. بتربطه مع القطاع النقدي اللي هو المصارف في هذا تربطه مع القطاع الخارجي اللي هو ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي في هذا لما تربط أفقي أي لما ترمي في الاقتصاد دولار بيسمع وتخلي أثر المضاعف في هذه الحالة وتخليها معدلات كبيرة. طيب قبل بس ما أطلع فاصل عشان أعرف أن حضرتك محتاج تقوم عندك ارتباط مهم.
سؤال أخير فقط، هل مصر الآن عندها رؤية اقتصادية محددة عندها للنمو؟ رؤية عندها واضحة رؤية. أنا متأكد إن اطلعت عليها الرؤية. لا فتح السيسي حقيقة عنده رؤية. ليه؟ اللي عنده رؤية دايما بيجري بيسابق الزمن لانه شاف قدامه، لكن اللي ما عندوش رؤيه تلاقيه بيحسس بيمشي ببطء بيلخبط الى اخره. الراجل ده واضح انه عنده رؤيه. احنا كمان المفروض بقى الرؤيه دي اللي عنده يبقى عنده اللي هو الثينك تانك اللي تترجمه الى ارقام وهو الى اخره، ويبقى بقى السرعه ما هو احنا مش ملاحقين عليه بصراحه. يعني كان الله في عون الحكومه ان هي عماله بتجري شمال ليه؟ لانه السرعه بتاعته يعني عاليه. عارف هو عايز ايه، عارف المشكلات وعارف حلولها. هو شايف، واعتقد ان احنا كتير منا شايف اللي هو شايفه حقيقي، وعاوزين نتعاون. وشعب مصر 60 سنه فاتت كان متلقي، عاوزين بقى ان هو يشارك بقى. نقدر نقول بعد 10 سنين مصر تكون نمر صاعد في الاقتصاد العالمي؟ انا متفائل ان شاء الله. ان شاء الله. اشكر حضرتك جدا، وللاسف يعني انا بشكل شخصي ماليش حظ ان انا اواصل مع حضرتك ومع ضيوفنا الكرام في حديث مع حضرتك لاطول من كده. شكرا جزيلا دكتور فخر الفيقي استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره المستشار السابق لصندوق النقد الدولي. شكرا جزيلا لحضرتك. وبعد الفاصل نستكمل مع ضيوفنا الكرام في باقي الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه لمؤتمر شرم الشيخ مستقبل مصر. ابقوا معنا.